اخبار اليوم. المفاجأة ان انا انتخبته، خلي بالك ان انا صورت الاستمارة، فهو ايه قلت لو شاف، قالوا لي عبد الرحيم ضد احمد في الاول، فقلت له اعمل له مفاجأة هولة بعد الانتخابات ان انا صورت له الاستمارة، حتى اوريها لك هنا واخد بالك، ومعلم على احمد وعلى عبد الرحيم، حتى انا قلت لما يعرف هيزعل من نفسه واخد بالك. فهو طبعا عبد الرحيم وقف مع احمد النهارده، بشكره جدا جدا. اما سيد جوهر بشكر طبعا الاخوه بتوع بص ارض اللواء، ميت عقبه، الحتيه، العجوزه القديمه، سليمان جوهر، داير الناحيه، بين السريات، ولاد علام، كل الناس دي انا بشكرهم، لان دول ناسنا واهلنا، دول من انتخابات 90 معايا، وقفوا مع احمد مش عشان ابن مرتضى، عشان احمد اسد واداؤه في نادي الزمالك هو اللي خلى الناس نزلت له. على فكره ما هوش احمد عضو في مجلس اداره اللي خد كاسيه، قال احمد خد 3 كاسات، لانه مع الدكتور كمال خد كاس مصر، وبعدين معايا انا خد كاسين، وبعدين الدوري. لما خد 3 بطولات كاس ودوري يبقى بطل. المنشآت اللي تمت في نادي دي مش لوحدي عملتها، احمد ومجلس اداره شريك فيها، فانا بقول له انت بطل وتحمل ما فوق طاقه البشر.